أعزائي المشاهدين، دائما مع الحالة ديال السيدة اللي حاول يغتصبها الطبيب ديالها، هي انفيرميير حاول يغتصبها. معنا شاهد عيان، غنسمعوا الشهادة ديالو. خويا شنو الموضوع بالضبط من وجهة النظر ديالك، وشنو اللي حضرتي ليه انت؟ خويا بالنسبة لهذا المشكل هذا، هاد السيدة هذه يعني صافي تقريبا هاكي سيمانة دابا سيمانه وهي كتشكي ليا، كتقول ليا بان هاد السيده هذا راه كيدير ليا كيدير ليا كيدير ليا، فهمتي؟ شنو كيدير لها بالضبط؟ يعني كيقيسها في الصدر ديالها، بخي تيقيسها في هذا، كيبا كيقول لها انا كتعجبيني هذه، وهي كتبرى قالت لي نقولها لبابا، قلت لها بلاتي يعني بالنسبه خليها شويه نشوفوا ربما كان خطا. تقريبا الدريه تشاهدين يعني داك النهار قال لها تهبطي البلوك وتبعتها السيده. ابخي وهي تقول لي راه لا دو يدور السيده، قال لها طلعي انت في حالاتك رجعي، وبغي وهي تهرب. وابخي دارت لي لي اوديو. سمعتي انت لي زوديو؟ اه سمعت لي زوديو. شنو فيهم؟ تيقول شي هضره ما تتقالش يعني. ابخي جات اليوم قالت لي خلصني، قال لا ما نخلصك حتى تنزلي حتى ديري. قالت لي شنو؟ قلت لها لا ديري حتى حاجه يعني خليك حتى عيطات لك في التليفون؟ عيطات لي في التليفون. قالت لي اش كاين سكو انا خليك في واحد العمل، وخرجت وجيت تنجري على قباله صراحه، زيت في باكاج ديالي اصلا انا زيتو من تما، حيت كلشي باغي يخرج في حالاته. انت خدام تما؟ اه خدام انا صافي دوز تما. بخير هي هذيك، وانا نقول لها صافي راه، وهي تقول لي راه اعطاني السوارت وقال لي نزلي البلوك. فعلا شدات السوارت نزلت البلوك، قالت لي الاوديو غوتت طاحت لي على وجهه، قطع لها حوايجها هربت برا الشارع. انت كنتي حاضر في الكلينيك الداخل؟ ما حضرتش هذيك الساعه، انا كنت في الكافيه. بخير فاش جيت هي ديك عيطت لي، فاش وقع المشكل عيطت لي، كان سبع الصداع هذا. يا فاش جيت لقيت سميتو، يا فاش اتصلت بالصديق ديالي حسن، هذا ما كان. انت اطون افي دابا هذاك الطبيب واش اول مره كيدير هذه القضيه؟ ديجا وقع واحد السيده، شنو؟ واحد السيده كانت معنا عطاها السوارد قال لها طلعي الفوق، جات عندي قالت لي اش كاين وهي تهرب مشات في حالها، دوزت معنا تقريبا شي حاجه ماشي بزاف، هربت مشات في حالها. تحرش بالدريات ديما يعني شي كاي يعني لا بليبار ديال الدريات هكا، فهمت؟ وما كيحاولوش ان مثلا الطبيب اللي ساكن دابا الدريات ما عارفينش، يلاه باقيين ستاج باقيين جداد، فهمتيني؟ هذا ما كاين، انا كثير كنخدم بالليل، هادشي كيوقع بالنهار، فهمتي؟ هذا هو البروبليم. شكرا لك خويا. اعزائي المشاهدين كيف شفتوا معنا، فهذا شاهد عيان او ميم طون خدام في الكلينيك اللي خدامه فيه هاد الانفيرميير اللي وقع لها المشكل. خليكم معنا، مازال غادي نشوفوا القصه ديال هاد السيده هادي، نشوفوا شنو اللي غادي يوقع من بعد ملي غتخرج من الكوميساريه.